يا مساء الفل على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام في كل مكان. حلقه جديده وجت في العارضه. ضيف النهارده هو واحد من اقوى المدافعين اللي ظهروا مع منتخب مصر والنادي الاهلي، سمير كامونا، اللي اتولد في 2 ابريل سنه 72 وابتدى مع المقاولين العرب، ولعب للنادي الاهلي والاتحاد السكندري والمصري بورسعيدي وبتروجيت، وخد تجربه مهمه جدا في المانيا مع نادي كايزر سلاوترن، وده كان مع النجم الكبير هاني رمزي، وخاض كمان تجربه احتراف في الدوري التركي مع بورساسبور، وتجربه احتراف في الدوري السعودي مع الاتفاق السعودي، وايضا تجربه احتراف في البحرين مع المحرق البحرين. كمون حقق بطوله كاس الامم الافريقيه مع منتخب مصر تحت قياده محمود الجوهري سنه 98، وحقق ايضا بطولات كتيره جدا مع النادي الاهلي سواء الدوري او الكاس. امتاز بتسديداته القويه، وسجل بقميص منتخب مصر في مرمى منتخب المكسيك صاروخ كل جمهور الكره المصريه فاكره لحد النهارده في المباراه اللي انتهت بالتعادل 2-2، وده كان من اشهر اهداف المدفعجي سمير كمونا. اعتزل سمير كمونا اللعب سنه 2008، واشتغل بعدها في قطاع الناشئين في نادي الاهلي وفي النصر الليبي كمدرب عام، وبعدها كمدير فني مع بتروجيت ومع الرجاء ومع غزل المحله. بعد مشوار طويل جدا مع الكوره ورغم النجاحات الكبيره في مصر وبره مصر، لكنه كمان من الناس اللي ظهرت عليهم اشاعه لحد النهارده فاكرها وبيحكيها. تعالوا نسمع اشاعه سمير كمونا ونعرف منه ازاي جت في العرضه. الحقيقه طبعا هي اشاعه ما بين قطبي الكره المصريه، طبعا الاهلي والزمالك. لما انا كنت محترف في المانيا طبعا كلموني النادي الاهلي، كان فاضل لي سنه في عادي في المانيا، وبعد كده رجعت كابتن صالح كلمني قال لي ان شاء الله تبقى معانا وكده، فقلت له خلاص اوكي. بعد كده اشاعه طلعت ان انا مضيت في الزمالك، وكان اوتوفيستر كلمني قلت له ان انا يعني مرتبط بالنادي الاهلي وكده، قال لي فكر واحنا عايزينك في الزمالك مع حسام ابراهيم. فطلعت على اشاعه ان انا مضيت في الزمالك، فالنادي الاهلي عرفوا كلموني، قلت لهم انا ما مضيتش، انا بديكوا كلمه وعد، يعني راجل اهلاوي مع احترام نادي الزمالك طبعا نادي كبير وكل حاجه، انما انا وعدت كابتن صالح لما انا احترف هرجع للنادي الاهلي، النادي اللي انا احترفت منه ونجوميتي ظهرت منه وكل حاجه حلوه الحقيقه، من النادي اللي انا بعشقه يعني النادي الاهلي، يعني انا اهلاوي فظيع. فطلعت على اشاعه ان انا مضيت في نادي الزمالك، وانا ماشي بالعربيه على كوبري 6 اكتوبر. طبعا ناس كتير قوي بيوقفوني، يا كابتن انت مضيت في الزمالك؟ فعلا مضيت في الزمالك يا جماعه، والله ما مضيتش، انا لسه ما مضيتش، ان شاء الله في الاهلي، موجود في الاهلي. يوقفوني بقى كل شويه وانا ماشي، ناس تشتم وناس، يعني من الاشاعات اللي طلعت عليا ان انا كنت مضيت في الزمالك وما مضيتش في الاهلي اول ما رجعت عودتي من المانيا، لكن من الاشاعات برضو اللي هي يعني ظريفه شويه، لكن عدت على خير ورجعت طبعا لنادي الاهلي، والحمد لله حققت معاه بطولات. من الاشاعات اللي هي كانت سببت لي مشاكل في الشارع، حتى في اصحابي بيكلموني في التليفون كتير قوي، انت مضيت في الزمالك، مضيت في الزمالك. ف كل ده طبعا كان كلام ما حصلش، لكن بعدها بكام يوم مضيت في النادي الاهلي ورجعت البيت تاني يعني، بس والحمد لله جت في العرض. كل سنه وانتم طيبين. زي ما سمعنا من كمونة، بعد فتره احتراف ناجحه كان في مفاوضات انه يرجع مصر، النادي الاهلي كلمه وكمان الزمالك كلمه، لكن مين في الزمالك اللي كلمه؟ التوأم حسام وابراهيم، اصدقاء عمره وحبايبه اللي قالوا له احنا عايزينك معانا في الزمالك. وبالفعل قابل مستر اوتوفيستر وقعد معاهم واتفق على كل حاجه، لكن في اخر خطوه تراجع وقرر انه يرجع مره تانيه للنادي الاهلي. جمهور الاهلي زعل وجمهور الزمالك زعل، والاشاعه ما كانتش اشاعه قوي لانه برضه كان في كلام كتير، لكن في نفس الوقت كان بيتقال انه خلاص مضى وان هو قرر يختار الزمالك، وده اللي زعل منه الاهلاويه. ولحد ما قرر ان هو يكون موجود في الاهلي كان في جزء كبير من جمهور النادي الاهلي زعلان من سمير كمونا. سمير كمونا واحد من احسن اللعيبه اللي مثلت المقاولين العرب والنادي الاهلي ومنتخب مصر، وطبعا واحد من اللعيبه اللي احترفت بره، واللي كان في يوم من الايام كابتن محمود الجوهري بيقول له لو استمريت على نفس مستواك في الموسم الحالي وهو موسم 98 انت ممكن تكون في احسن الانديه العالميه، انت واحد من احسن المدافعين في العالم، وحط تحت كلمه العالم دي خطوط كتيره جدا. سمير كمونا ظهرت عليه اشاعات كتيره، لكن اشاعه انتقاله للنادي الزمالك وتفضيله النادي الزمالك على النادي الاهلي هي اكتر اشاعه هو فاكرها وحكاها لنا. اشاعه وجت في العارضه، وبطلها كان سمير كمونا. استنونا بكره ونجم جديد واشاعه جديده وجت في العارضه على نجوم افلام.